ألتقيكم في أرمينيا. نحن أرارات للسياحة، ندعو محبي الثلوج أن يزوروا أرمينيا في هذا الوقت، أفضل موسم، بحيث تتمكنون من مشاهدة الثلوج مع أجواء لطيفة جدا. طبعا الجو تشوفوا مشمش على غيم على ثلج، وفي يريفان جو خريف، أجواء لطيفة، ما أريد أبالغ أكثر. أتصور تشوفون المشهد، يعني ممكن هسه أدب الجاكيت وأبقى فقط في القميص. أنتظركم في أرمينيا، إلى اللقاء.